أنا شاطر جداً! أين هو الشاطر؟ لا أستطيع تقديم الطعام لكم دون مقابل! جهزت أطباقاً لذيذة، ولكن عليك أن تخمين الطعام صحيح! هل تقصدين أن هناك بعض الطعام المزيئة؟ الطعام المزيئة من جالي، وأنت عليك تخمين الأطباق الحقيقية! لا ستكون لذيذة! أعطني الطعام! سأقرأ كله! أحضر الأطباق! حسنا ورقة نقاط. ربحت وارتاح على التوالي. أنا جائع. أعتقد أن هذا حقيقي. على كل الاختيار هذه المرة. 1، 2، 3. هذا جالي. وهذا هدوك حقيقي. هذا من أين حصلت على شيء مثل هذا؟ لكن الجيلي يبدو لذيذاً أيضاً. أنا جائع جداً الآن. لماذا تأكليها بارهم؟ يبدو لذيذ جداً. يوغا. هل هي جيدة؟ أنا جائع جداً، أريد القليل أيضاً. سأكل حصتي من الجلي أيضاً. لا يبدو فاتحاً للشهيد بالنسبة لي. ليس سيئاً. مرام، خذي قطعة واحدة من كل طبق. أخبريني أي طبق الأفضل. كيف هي؟ علامة الحالية هي 1 إلى 6. هيا بنا للمنيو الآخر. فاسر سيبقى جائعاً. حجر ورقة نقص. أنا ربحت مرتين على التوالي. لماذا يقدم الحكم نصائحاً لدوتشي؟ أعتقد أنه ما في نفس الجانب. أعتقد أن هذا طعام حقيقي. لدي شعور جيد. 1، 2، 3. ما هذا؟ ما هذا؟ واو، إنها موزة ضخمة الحجم. هذه موزة صحيح؟ لماذا أحصل على الأشياء الغريبة؟ جرام، كيف عرفت مكان الجلية تخمين؟ هي حقا جيدة في التخمين. سأعطيها هذه، سأعطيها محاولة. هذه حقا كبيرة. لكن قوامه لا يشبه الجيلي. لا يشبه كل سنة. هذا جيدا نوعا ما، ولكني لا زلت جائعا. الطعام التالي. أنا حقا جائع يا بورام. هيا نلتقط أولا هذه المرة. هل بإمكاننا أن نعطي كونان فرصة؟ أجل، أعطني فرصة. أحب داتشي أكثر من كونان. ولكنني جائع. دعونا نعطي كونان فرصة. حسنا، لدي فكرة. من فضلك أحضر بعض الطعام الحقيقي لي. أنا جائع. أليس هذا؟ لم يشبه هذا الطبق. ربما هذا هو الطعام الحقيقي. يا شام، شكرا لك بابي. سألتقط هذا. يا هيكل، شم هذا. ربما شم شيئا شهيا هنا. 1، 2، 3. ما هذا؟ هذا فلفل حقيقي. ماذا أحصل على الأطباق السيئة مرارا وتكرارا؟ الكلب محاك. عليك أن تكون سعيدة. قطعت إغاظتي وأنا جائع جدا. دعونا نأخذ القليل. واو.
حار جدا جدا. طعمه ليس هلاميا، هل هذا حار؟ حار من الفلفل الحقيقي. إنه حار. ماذا لم تأكلها كلها؟ أنهيها صدق من الجيل. نزلت جائع. ماذا أحصل على الأطباق القصيرة؟ نيارا والتكرير. دعونا نأكل أكثر من قبل. إنه حار جدا جدا. ماذا مع هذه المقولي؟ يجب أن نجعل هذه متناسقة ومريحة. هلا، أعتقد أن هذا طعام حقيقي. إنه رائع. تذكر أن جيلي الموز كان أكبر من الموز الفعلي. بإمكاننا أن نلعب لعبة المعرفة. من سيلتقطها؟ دعونا نلعب لعبة الشباك المسخرة. هذا يبدو يجلب الكثير من المتعة. سأخبرك كيف تلعب هذه اللعبة. عليك أن تضع حجرك في مركز الحجر. يأخذ العبارة عن الحجر. إذا سقط حجرك في المركز سوف تفور. تأكد أن الحجر الخاص بك. أنيام مرام، اذهبي أولا. استعد، صور. إنها حقا جيدة في هذه اللعبة. سقط حجري هنا. استعد، صور. محقة، بإمكانك دفع الحجر الأخرى. لذلك لحاجة للهبوط كثيرا. استعد، صور. كونان، لقد فزت هذه المرة. استعد، صور. لقد دفع الحجر، ولكن دوتشي لا يملك حتى حجرا ليدفع الهدف. واحد، اثنان، اطلق. كونان، لقد فزت هذه المرة. واحد، اثنان، ثلاثة. اعتقد انه طعام حقيقي. ولكنه ليس كذلك. انه لا. لماذا؟ من اين حصلت على شيء مثل هذا؟ أنا لم أرى أي شيء بحقك. انظروا لهذا، تبدو كالسمكة. انظروا لهذا، تبدو كالسمكة. إنه أعلى. نحن معنا كونان. حقا، شكرا لك مورين. كيف يمكن لشخص صنع هذه الألعاب من الأمور؟ لهذا بإمكانه فصلها. هل هذا مارشميلو؟ رائع. مرام تأكل المارشميلو، هل هي جيدة؟ هذا من أكل هذا؟ قطعة صغيرة من الجيل. إنها مثيرة للاهتمام حقا. كيف يمكن لشخص صنع هذه الأنواع من الهلام؟ سأجربها، ليست سيئة. خاسرة جدا. والآن الطبق الأخير، الخاسر سيجوع. دوتشي فاز مرة أخرى. أعتقد أن هذا حقيقي. لا يثق بها، لقد حصلت كل شيء بشكل خاطئ. يبدو غريبا. واحد، اثنان، ثلاثة. ما هذا؟ هل هذا دجاجة؟ إنها تبدو كالدجاج الحقيقي. أعتقد أنها ستكون لذيذة. إنها تمسك فمي. إنها تبدو كالدجاج الحقيقي. استمتع بطبقة الدجاج الهلامية يا دوتشي. هذا المضرب جيد جدا. وأخيرا أخذ العهد رائع. أخيرا مورام،
لمن المنافسة اليوم؟ ثلاثة مقابل اثنان فاز داتشي. داتشي فاز اليوم. تعدنا لعبة الطعام الحقيقي ضد الفلاني اليوم. دخل مرة أخرى بطعام شهي في وقت واحد. سأفوز في المرة اللاحقة. إلى اللقاء. إلى اللقاء. باي باي. مرحبا أنا مورا من برامج اليوم. مرحبا. ماذا؟ كونسوني كونسوني شوكولاوي. أريد أن أصنع سبابا منها حتى أعطي عماتي. أنت لطيف للغاية. سوف أحصل على واحد. لا كونسوني شوكولاوي. تيتا هناك طريقة الاستخدام في الصندوق. كأس تذويب الشوكولا. هناك ثلاث أصابع. Thank you.
لقد حصلت على شوارب. الآن إذا وضعتها في الثلاجة ستصبح لذيذة. ربعة السيارة سوف أقوى رأسا من الشوكولاتة. واو جيدا جدا. كونغسوني الأصفر، كونغسوني الأصفر، أين أنت؟ أنا هنا، أنا هنا، ماذا تفعل؟ لقد جيد جدا. لقد فعلته. اللون الأصفر يشبه طعم ماذا؟ لون الأخضر، لون الأخضر، أين أنا؟ أنا هنا، ماذا تفعل؟ هذا ترين. إيه، سأمحكك في الإنجليزية. هذا ترين؟ لون الأسود، لون الأسود، أين أنا؟ أنا هنا. الأخيرة تادا. لون الوردين، لون الوردين، أين أنت؟ أنا هنا، ماذا تفعل؟ صديقتي سيو، مرحبا. صديقتي سيو، مرحبا. أحب سيو، أحب نانيمون. كيف كانت صناعة الشوكولاتة؟ حسنا، سوف نعود بألعاب أكثر متعة المرة القادمة. برا أنا لست مريض.